اتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ايا كان مين الاسماء الموجوده معانا. المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنه الاولمبيه المصريه، وعايزين نساله اسئله مهمه جدا ونطمن على البعثه الاولمبيه المصريه. مهندس شريف، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بك. اهلا بيك يا فندم، ومشرفني وجود سيادتك في برنامج اوضه اللبس. وكنت عايز اطمن النهارده حضرتك، احنا عرفنا النهارده ان كان الاعلان عن القائمه النهائيه للبعثه الاولمبيه المصريه. عايزين نطمن من حضرتك عن اجراءات السفر ومواعيد السفر، وهل كل البعثه هتسافر في يوم واحد ولا هنسافر على ايام مختلفه؟ عايزين نعرف من حضرتك اخر الاخبار. طبعا لا طبعا مش كله هيسافر في يوم واحد. الاولمبياد دي اولمبياد استثنائيه الحقيقه، والاجراءات الوقائيه فيها على اعلى مستوى، ومش زي زمان كانت البعثه بتسافر على فوق او فوقين وترجع بعد الختام. الكلام ده مش موجود المره دي الحقيقه، لان اللجنه المنظمه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه حطوا شويه رولز مختلفه شويه، منها ان كل لاعب يجي قبل اللعب بتاعه بخمس الى ست ايام فقط لا غيره، بيغادر بعدها 48 ساعه بعد خروجه من المنافسات. فده بيخلي ان البعثه متفرقه جدا في الذهاب ومتفرقه جدا كمان في العوده. يعني طب حضرتك بالنسبه دلوقتي لعيبه الكوره اللي هم اللعيبه الكبار الثلاثه الكبار اللي هينضموا، خاصه لعيبه الاهلي، هم الثلاثه هيسافروا مع بعض، اعتقد ان ميعاد وصول سفرهم هيبقى اقل من 4 ايام قبل اول مباراه. هل ده عادي بالنسبه للجنه المنظمه ولا كان في تحفظ على الكلام ده؟ لا طبعا كان في رولز معينه، مصر مخصوصه في حاجه اسمها جروب بي. جروب بي دي كان ليها ريستريكشنز معينه، كنا احنا بنجلاديش وانجلترا وبعض الدول الاخرى، كان الريستريكشنز علينا ان احنا لازم نعمل 3 PCR نيجاتيف قبل السفر، ومن حقنا الوصول هناك فقط 6 ايام قبل بدايه المنافسات، واول ما نوصل في 3 ايام ممنوع ان احنا يعني مش كوارنتين كامل الحقيقه، انما ممنوع ان احنا نخالط اي حد غير البعثه بتاعتنا. وبعد كده نقدر نخالط او ننافس او الكلام ده الحقيقه. امبارح سوري اسف النهارده طلع قرار وصل لنا بالتليفون الحقيقه بان مصر كانت هي وانجلترا من جروب بي خلاص، وده خبر كويس معناه ان ما بقاش علينا الاجراءات الصارمه اللي بزياده دي. بقى محتاجين نعمل 2 PCR بس، وما بقاش في 3 ايام اللي هم فول كورنتين اللي كانوا مطلوبين عند الوصول. احنا كده كده كنا قدمنا طلب، اتحاد الكوره اسف قدم طلب للفيفا وفيفا قدموا للاي او سي باستثناء بطلب استثناء ل4 لاعبين انهم يقدروا يتاخروا يوم ويكونوا موجودين في اول مباراه، وده تم قبوله الحقيقه ان 4 لاعبين فقط من حقهم يجوا يوم 19. بس بعد ما خروج مصر من جروب بي متهيألي الدنيا هتبقى اسهل كتير في الذهاب قبل المباراه وقت، يعني مش لازم يبقى المده كبيره قوي. طب ده خبر عظيم، يعني ان الحمد لله تم الموافقه على الطلب اللي طلبه الاتحاد المصري كما اكدت يعني سيادتك، وطلب للفيفا، والفيفا خاطبت اللجنه الاولمبيه اكيد. وده طبعا خبر عظيم ان لعيبتنا ان شاء الله بوصولهم ان احنا يقدروا ان هم يشاركوا في المباراه الاولى. هل تم تحديد مين هيشيل العلم بتاعنا في الطابور بتاعنا، ولا لسه ما تمش تحديد مين؟ خالص الحقيقه، يعني هو كلها تكهنات من الصحافه، انما لم نتطرق لهذا الامر من قريب او من بعيد حتى الان اطلاقا. احنا عندنا لغايه يوم 20/7 يعني 72 ساعه قبل الافتتاح ان احنا نقدم الاسم، الاسم والسي في بتاع الشخص، الولد او البنت اللي هيكون ينال هذا الشرف. لم يعني ما كلمناش هذا الموضوع اطلاقا، لان احنا كنا بنخلص كل الجسر بتاع البعثه، فما فيش استعجال على هذا الموضوع، انما في حاجات منطقيه خلاص عشان ما يبقاش في تكهنات. بالسيستم بتاع السفر والرجوع ده، فاكيد كل الالعاب اللي هتلعب في الاخر هتكون لاعبتها بتتفرج على حفل افتتاحيه من مصر. يعني العاب زي الخماسي الحديث، الكاراتيه، المصارعه، الفروسيه، كل دول مسافرين اساسا خلاص بعد يوم يعني يوم 27 28 29 اي بعد الافتتاح يمكن باسبوع، فاكيد دول ما فيش حد فيهم هيكون شايل العلم. نفس الشيء بالنسبه لكره القدم اللي هتلعب في مدينه بعيده جدا اسمها سوتارو، فبالتالي هم عندهم ماتش 22 قبل الافتتاح بيوم، والماتش الثاني يوم 25 في نفس المدينه، فبرضه من غير المنطقي
انهم يكونوا موجودين في حفل يعني. الافتتاح. طب حضرتك هل في اسماء مرشحه للموضوع العالم ولا لسه؟ لا، في الاسماء الحاجة بتسمعها في الاعلام خلاص يعني. احنا بعثتنا 134 لاعب ولاعبه، منها 48 سيده و12 لاعب احتياطي، منهم ثلاث سيدات. قوام كبير جدا، اكبر دافع في تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا في الدورات الاولمبيه. في كذا لاعب يستحق الحقيقه يعني، ما اقدرش اقول لك لاعب بعينه يعني مصر عندها الحقيقه اكثر من يمكن 7 8 9 لاعبين حققوا انجازات كبيره لمصر ويستحقوا الحقيقه انهم يشيلوا العلم. مهندس شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، والحقيقة